السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله جميع اوقاتكم بكل خير، وكل عام وانتم بالف خير. مرحبا بكم. شرح اليوم كيف تستفيد من ايميلك الجامعي. ايها الطالب، كيف تستفيد من ايميلك الجامعي؟ حرام عليك تستفيد من ايميلك الجامعي قدام ما تتخرج. لا حول ولا قوه الا بالله. ترى اقدم لك خدمات بحوالي 5000 دولار هل قولتهم. المهم، من هذه الخدمات عندك مايكروسوفت ايجر، تقدم لك خدمات يعني جدا ممتازة، جدا خدمات يعني والله يجهلها الكثير حقيقة، و يعني ندمان اللي ما يعرف هذه الخدمات ويتعلمها. استغل يعني اول ما تشوف الفيديو سجل فيه، وان شاء الله راح اسوي شرح كيف تسجل بمايكروسوفت ايجر وتفعل ايميلك الجامعي وتكسب يعني لمدة سنة، يكون يعطوك $100 في حسابك الجامعي. تمام، خدمات كثيرة جدا، خدمات كثيرة يعني يجهلها الكثير، وأنا أول واحد أجهلها. يعني خدمة أنا أعرفها اللي استخدمتها اللي هو فرشي والمسين، يعني يقدم لك سيرفر، يعني سيرفر حقيقة يعني سرعة النت فيه خيالية، تستخدم في يعني استخدام الشخصي يعني أمورك، كيف تدير موقعك، كيف إلى آخره. طبعا سويت لي حساب ونزلت الـ RDP، خلنا نشغله. تمام، خلنا نكتب كلمة المرور. طبعا السيرفر طبعا دخل معنا على طول. تمام، طبعا السيرفر شغال 24 ساعة 48 ساعة إلى ما أنا، إلا إذا أنت طفيته من هنا. جيت هنا واخترت أيقونة إيقاف التشغيل من هنا، بهذه الحالة أنت اللي طفيته، لكن تخليه شغال عادي، تخليه شغال 24 ساعة ما يضر في السيرفر. تمام، خلنا نشوف سرعة النت فيه. لقيت سرعة النت يعني سرعة خيالية. شوف السرعة، شوف اضربني السرعة، شوف اها، يعني سرعة خيالية جدا. استفيدوا منها يا اخوان، استفيدوا من هذه الخدمة واستفيدوا من الخدمات الاخرى. هذا بشرح مبسط ان شاء الله، راح نشرح كيف تسجل مايكروسوفت ايجر مع الفيديوهات القادمة بايميلك الجامعي. طبعا اذا طفيتها جيت بطفي، طفي من هنا اذا تبغى كل شيء يكون شغال بالسيرفر. طبعا طفي من هنا. تمام، يجيك كذا تحطها اوكي، خلاص طفي، شغال السيرفر بس انك قفلت الواجهة. هذا هو بشرح مختصر يعني طريقة الاستفادة من ايميلك الجامعي في 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 مايكروسوفت ايجر. وهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.